علم الآثار واحد من أهم العلوم المميزة اللي يضع للإنسان مكانة مميزة بين قرنائه في العصر الحالي. عندما يكتشف الإنسان حقائق وقصص وحكايات الأجداد يجد أنه يصل إلى مرحلة مميزة جداً في تعزيز الثقة في كل جوانب الحياة. من علم الآثار تعلمنا تفاصيل أكثر. الإنسان القديم هو من أسس لنا قواعد العمارة والبناء، كذلك أسس لنا تخطيط المدن العالمية، وتعلمنا منهم الأشياء الكثيرة فيما يخص الاقتصاد، كذلك في السياسات الخارجية والداخلية. تعلمنا منه كيف يختار أماكن للاستيطان والأماكن المناسبة لعيش واستمرارية الحياة بالنسبة للإنسان. عشان كذا هو واحد من أهم العلوم اللي يعطينا الانطباع المهم في تعزيز الثقة بنفوسنا.